يعود الحديث عن حرب الفضاء إلى زمن الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان الذي أطلق خلال الحرب الباردة مصطلح حرب النجوم. التنافس في الفضاء العسكري دائما ما كان أمريكيا روسيا. الولايات المتحدة تمتلك قوة فضائية تابعة للجيش الأمريكي، أما روسيا فلديها قوة فضائية لكنها لم تدخل في التنظيم العسكري. جربت الولايات المتحدة مسبقاً أسلحة مضادة للأقمار الاصطناعية. في تجربة لها تمكنت طائرة من طراز F-15 من إخراج قمر اصطناعي أمريكي منتهي الصلاحية عن مداره المنخفض حول الأرض. الصين وروسيا بدورهما ما زالتا تختبران أنواعاً من الأسلحة المضادة للأقمار الاصطناعية، فيما تمتلك عدة دول متقدمة طرقاً عدة لتعطيل هذه الأقمار، ومنها الليزر والتشويش والاستيلاء على موجات الإرسال القادمة من الأرض. إذن قد يكون فراغ الفضاء الخارجي هو المكان الجديد للتنازع والسيطرة، خصوصاً أن محيطه يدور فيه 1300 من الأقمار الاصطناعية النشطة تحيط بالكرة الأرضية وربما تهدد استقرارها.